السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم، أنا سلمان الأحمدي وأتمنى أنكم تكونوا بصحة وسلامة وعافية. حديثي معكم اليوم استكمال للنقطة تكلمنا فيها قبل فترة، ماذا بعد ترامب، وهي أن السيد ترامب يعني في الفترة الأخيرة تكلم عن مجموعة من الخسائر المادية وبالمليارات خسرتها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الماضية في مختلف الأماكن وبمختلف ولمختلف الأسباب. هذه النقطة يعني أعبر منها إلى نقطة أعم، وهي التي يعني ذكرتها في الفيديو السابق، وهو أنه نجعل لأنفسنا في أذهاننا مساحة من الحرية نتحرر فيها من تأثير الإعلام الموجه، ويقال إعلام موجه بينما هو إعلام موجه في الحقيقة، وتكون لنا آراءنا يعني الشخصية في فهم أي قضية بحيادية. أستكمل الآن النقطة، وهي يعني لا أريد أن أطيل إن شاء الله. الاقتصاد الأمريكي في الحقيقة، الاقتصاد الأمريكي طبعا هذا الرأي كلام واجتهاد بسيط مني، يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ. صعب الاقتصاد الأمريكي، من الصعب فهمه، من الصعب استيعابه، من الصعب معرفة يعني ما يوجهه وما يؤثر فيه. للأسف رغم الحرية في الإعلام في الغرب وإتاحة المعلومة وإلى آخره، الأمور الأساسية مجهولة ويتم يعني التستر عليها وعدم الإفصاح عنها. بشكل عام أنا سمعت كثير من التحليلات، قرأت كثير من المقالات، لا تستطيع أن تستوعب هذا الاقتصاد. وطبعا استفدت هذه المعلومة من بعض الخبراء الذين يتكلمون عن الاقتصاد. لذلك أي شخص يريد أن يوجه فكرة معينة، لديه فكرة معينة يريد أن يؤيدها، مثلا أن الاقتصاد الأمريكي سيء جدا وسينهار، يستطيع إثبات ذلك بمجموعة من الأدلة والبراهين. والعكس بالنسبة لأي شخص يريد أن يثبت أن الاقتصاد الأمريكي قوي، يستطيع ذلك بمنتهى السهولة. لذلك نحن يعني يجب أن تكون لدينا هذه المساحة التي نتناول الموضوع فيها من الجوانب جميعها، وتكون عندنا فكرة حيادية. على سبيل المثال الاقتصاد الأمريكي، أكبر دولة مديونة في العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد في التاريخ يعني ما سبق لدولة كانت مديونة هكذا. الدولار غير مدعوم بالذهب ولا له، ويعني ليس عليه رصيد يعني من الذهب او اي سلعه اخرى. نسبه الفقر والى اخره، عموما امور كثيره جدا تستطيع او يستطيع اي شخص الاستدلال بها على يعني مقدار هشاشه الاقتصاد الامريكي. في المقابل الاقتصاد الامريكي ممكن يعني اي احد يتحدث ويذكر قوته، اعلى نسبة احتياطي ذهب في العالم. الولايات المتحدة الامريكية مثلا تستهلك 60% الى 70% من الانتاج العالمي، وتعطي 30% من الانتاج العالمي. طبعا النسبة اللي تختلف انا يعني تابعتها من مدة، لكن هي موجودة. كل المنتجين في العالم، تقريبا كل المنتجين بمعنى عام، سيارات اي شيء يعني، اول ما يدرسونه هو السوق الامريكي. فهذه مثلا يستطيع ان يستدل بها من يريد، طبعا هذه معلومات يعني على سبيل التبسيط، يستطيع بها ان يدلل على قوة الاقتصاد الامريكي. فالموضوع يعني نكون عندنا نحن يعني وعي في هذا الموضوع، بحيث انه يكون يعني لا يدفعنا الإعلام إلى نقطة هو يريد أن يوصلنا إليها. قبل فترة سنوات، 3-4 سنوات، أكيد كلنا سمعنا بالرهن العقاري، وهناك يعني خبراء اقتصاديين تكلموا هكذا. يعني حتى الإعلام، بعض أجهزة الإعلام لا تخجل، سبحان الله، يعني ذكروا صراحة أن الولايات المتحدة ستسقط بعد 4 سنوات، لأنها ضربت من الداخل ضربة يعني شديدة.
عدة السنوات ولم تسقط الولايات المتحدة، بل ما زالت تمارس شرطيتها أو شرطيتها على العالم، وكما هو الحال يعني ما شاهدنا ما قالوا. هذه هي بشكل عام، حببت أن ألخصها بهذا الشكل. أتمنى أن يكون الفيديو مفيد وأضاف إلى معلوماتنا بعض المعلومات القليلة. أتمنى أنكم ما تنسوا الاشتراك والاشتراك ومشاهدة آخر فيديو اقترحته عليكم، وفيديو مقترح من اليوتيوب. إذا عجبكم الفيديو لايك، وإذا ما عجبكم مشكلة حطوا ديسلايك عادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.